هو ينفع بشرط لما بتستعمل انسترومنت
الموتور وتشتغلوا مع بعض. الار سينكرونايز مع بعض بيلت ان في الموتور بورشن ليميت بتاع الانستمنت عمرك ما هتوصل لها. لو قربت منها الموتور بيعمل اوتو ريفرس الفايل بتطلع من الكلام. فاهمين الفكره دي؟ فذاتس واي برضه غسان يارد بروبوز التكنيك ده هنستعمله من غير لايت بار. اول حاجه تخش في الكلام هو الفايل من الهيد على طول. بس ده محتاج برضه اكسبيرينس بالظبط ستاندرد تكنيك. المهم كومبيرنج تو تكنيكس ويز اند دوت لايت بار ما كانش فيه فرق از ريجارد الانسيدنس كانت ديفينس. هاويفر عندنا في الجروب اللي ما استعملناش فيه لايت بار ثلاثه فايلز اتكسرت. 3 من 20 بالنسبه للمتغيرات. What about matching code installation? تلاقي كل الشركات بتقول لك بعد ما تخلص الانتجريشن بروفايل ده عندي جلوب وكتبت نفس المقاس. استعملها سيدي كود. استعملت الكلام ده؟ هل ينفع؟ ينفع موضوع سنجل كود؟ انا شايف ان الموسيقى سنجل كود از بلو ذا ستاندرد اوف كير. ما ينفعش. ونعرف ليه؟ لان بقول لك ان الشركات بدات تلعب في التيبر. عندي فاريبل تيبر والاجريسيف تيبر. ده معناه ايه؟ زي ما قلنا حتت لمسه وحتت مش لمسه. ده اتعمل في الفايلز علشان ما يحصلش ستريسز كتير. اما دلوقتي لما يتعمل في الميتافيركا ما ينفعش. ما ينفعش تبقى في حته لمسه وحته مش لمسه. حته اللي مش لمسه دي تبقى فيها سيله. والسيله مش ريلايبل. عايز ماكسيمم ميتافيركا مينيمم. ده لازم الكومبنسيشن. الكروس سكشن دي 1 ملم من الاكس. هي الموست كريتيكال بارت. ده لجنه كومبنسيشن. البركه راوند بريفلي او سيرفنس بتاع الكلام بين الكومبنسيشن. ايه؟ انتو ستاندرد بيبر ستاندرد او كوليسترول بيبر بيزنس. البركه بتاعته برضه كوليسترول بيبر. سي كويس. ايه؟ اكس ماستر برضه كوليسترول بيبر. ايه بقى الريبورت بيبر؟ ويب 1 وسكوت ما ينفعش. اعملي بعديها بالفيرتيكال او لاترال زي ما انت عايزه. بس هنا الاستراتيجي كان ماشي بس جدا. دي حاجات اللي انتوا شايفينها في الديس ار
done by several types of things. I can achieve accepted results with any system. P concept, P shape, and ISO solving, how solving. So I have to select a smart tool. What's the children, LF, healing, and shaping? What's the model of the skill? The Canadi, the program study, Gracias.